السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في يوم جديد مع Common Usage Problems. النهاردة هنتكلم عن أربع كلمات. الكلمات هم Old, Older, Elder and Elderly. Old, Older, Elder and Elderly. إيه الفروق اللي بينهم وإيه التشابهات اللي بينهم؟ أول كلمة هي Old. Old هي الأدجكتيف العامة بتاعت كبير أو قديم، يعني مستخدم Old مع البشر أو مع الحيوانات، مع الكائنات الحية عموما بيبقى معناها كبير في السن. يعني قول هيز أن أولد مان، هو راجل كبير. لما استخدمها مع الأشياء بيبقى اسمها أو معناها قديم، an old car, an old building، عربية قديمة أو مبنى قديم. الكلمة الثانية هي older، وممكن أكون أقول معها كمان oldest. older و oldest يعني أكبر من أو الأكبر، تستخدم في المقارنة. مثلا أقول مثلا he's older than me، he's older than me هو أكبر مني في السن، he's older than me. ممكن أقول my older brother، my older brother أخويا الأكبر مني. ممكن مع الأشياء أو مثلا مع مبنى أقول this is the oldest building I've ever seen، ده أقدم مبنى شفته في حياتي. يبقى تاني older و oldest تستخدم في المقارنة، older than، he's older than me، تستخدم قبل الناون يعني my older brother أخويا الأكبر مني، تستخدم مع الأشياء أو مع الـ مع الـ مع الـ مع المباني، مع أي حاجة، مع الـ objects يعني، مع أي شيء، مع something يعني this is the oldest building I've ever seen. الكلمة اللي بعد كده هي elder. elder ومعها eldest. elder و eldest برضو معناهم اكبر من او الاكبر، بس لهم استخدامات محددة. elder و eldest تستخدموا مع البشر بس، يعني ما ينفعش استخدمهم مع الاشياء. يعني ايه؟ اقول مثلا this is my elder brother، my elder brother اخويا الاكبر مني. نفس استخدام older brother برضو عادي، مفيش مشكلة. ممكن اقول he's my older brother او he's my elder brother، مفيش اي مشكلة. اقول she's the eldest of four sisters، she's the eldest of four sisters، هي الاخت الاكبر في وسط اربع بنات، اربع اخوات. او she's the oldest of four sisters، ده التشابه بين older و elder. طيب ايه الاختلاف؟ الاختلاف ان elder ما تنفعش مع الحاجات، يعني ما ينفعش اقول مثلا this is the eldest building I've ever seen، لا ما تنفعش، استخدم هنا oldest. تمام. في حاجة تانية ما ينفعش استخدمها في الكومبارزن، ما ينفعش استخدمها في المقارنة. يعني ما ينفعش اقول he's elder than me، ما فيش حاجة اسمها elder than me، he's older than me. يبقى تاني elder و eldest هما تقريبا older و oldest لو حطيتهم قبل الناون. يعني قلت اخويا الاكبر مني my older brother او my elder brother، she's the oldest of four sisters او she's the eldest of four sisters، ما فيش اي اختلاف. ايه الاختلاف؟ الاختلاف بيجي لما اتكلم عن الاشياء، ما ينفعش استخدم elder ولا eldest. لما اجي اعمل comparison يعني اللي هي older than مثلا، ما ينفعش اقول elder than. الكلمة اللي بعد كده اسمها elderly. elderly دي is a polite way، a polite way to say old، يعني هي طريقة مؤدبة تقول بيها ان حد كبير old. بدل ما استخدم كلمة old اقول elderly. يعني مثلا لو انت راكب مثلا المترو، فنقول لك you should give your seat to an elderly person، لازم تسيب الكرسي بتاعك لشخص كبير في السن. يعني ايه elderly person؟ يعني an old person بس in a polite way. تاني old كبير او قديم حسب بستخدمها مع ايه. older و oldest اكبر من، تستخدم في المقارنة، تستخدم جوه العيلة، تستخدم مع اي حاجة، مع الاشياء، مع البشر، مع كل حاجة. he's older than me، my older brother، my older sister. elder و eldest في تشابه بينها وبين older و oldest في ان هما بيستخدموا جوه العيلة. محب اقارن بين اتنين، يعني he's my elder brother اخويا الاكبر مني زي ما قلنا. ما بتستخدمش مع الاشياء، تستخدم مع البشر بس. ما بتستخدمش في حالة الكمبارزن في المقارنة، ما ينفعش تستخدم، ما ينفعش اقول he's elder than me. تمام. الكلمة الأخيرة هي elderly، ودي is a polite way زي ما قلنا، طريقة مهذبة تقول بيها عن حد ان هو old. شكرا جدا، يا ريت تكتبوا examples في الكومنتس، في انتظاركم عشان نصححها مع بعض، واشوفكم بكرة ان شاء الله في common usage problem جديد. السلام عليكم.